والسلام عليكم، عاملين ايه؟ مكملين في فيديوهات ريلمي، لان الصراحه ريلمي منزله شويه موبايلات او حاجات يعني منتجات تحفه، ومن ضمنهم الريلمي ووتش والريلمي باند. والصراحه الاثنين بيقدموا لك فيتشرز كتير جدا، حاجات مميزه جدا. وعندك الريلمي ووتش جايه بسعر حوالي 55 يورو، يعني لو حولناهم مصر نقول حوالي 950 جنيه، قصاد ان عندك الريلمي باند جايه بسعر 25 يورو، يعني بالمصري حوالي 450 جنيه. فلا، في فرق سعر كبير حوالي 400 جنيه ما بين الاثنين. فانا في الفيديو ده هقول لك تشتري انهي، ولو انت اشتريت مثلا الريلمي باند هتضحي بايه، يعني مش مو... او هتضحي بايه موجود في الريلمي ووتش. لو انت اشتريت الريلمي ووتش فانت هتستفاد ايه؟ مثلا انت هتدفع 400 جنيه زياده في ايه؟ يعني هقول لك تشتري انهي ما بين الاثنين، ولو في حاجه تانية اصلا من شركات تانية فهي افضل، فانا هقول لك عليهم في الاخر. بس قبل ما نبدا بقى، لايك اشتراك في القناه، الموضوع ده بيفرق معايا جدا، اللايك بالذات يا جماعه، يا ريت كل واحد يعمل لايك. و يلا بينا نبدا. طيب احنا هنقارن ما بين الاثنين في اكتر من حاجه. اول حاجه فيهم طبعا هتكون الديسبلاي، يعني الشاشه، مش عارف ايه، يعني في واحد فيهم تاتش، انا فيهم مش تاتش كده، يعني حاجات التفصيله دي طبعا عشان انت بتبص في ساعه، انت هتفرق معاك جدا الديسبلاي. وطبعا هنتكلم عن البرفورمانس، لان طبعا يعني انت الحاجات اللي هي بتقدمها لك دي اهم حاجه. انت بتشتري باند مثلا او واتش عشان حاجه معينه انت عايزها، فاقول لك ايه الحاجات اللي كل واحد فيهم بتقدمها لك. واخر حاجه هنتكلم فيها هتكون طبعا البطاريه، وبتشحن ازاي، وبتقعد معاك قد ايه، والحاجات دي كلها. وفي الاخر اقول لك اشتري كذا عشان كذا، وما تشتريش كذا عشان كذا، يعني بص في الاخر هديك الزتونه المحترمه. واول حاجه هنبدا فيها طبعا هتكون الديسبلاي، ونبدا بالريلمي واتش. عندك الريلمي ووتش جايه بديزاين مربع كده، تحسه قريب جدا من الابل ووتش، بس طبعا في فرق سعر رهيب ما بين الاثنين. فبالتالي طبعا يعني في فرق ما بين الاثنين في الشاشه. بدايه كده هنا الشاشه من نوع تي اف تي مش اميلود، وبالتالي يعني هل في الالوان مش هتكون احسن حاجه، بس برضو دي ساعه مش هتفرق معاك قوي، يعني شكل الالوان والحاجات دي كلها. وحجم الشاشه هنا 1.41 من 100 بوصه، فبالنسبه للفئه السعريه اللي فيها الساعه دي فدي تعتبر صفقة رابحة جدا، لان انت يعني نادرا قوي لما تلاقي مثلا في نفس الفئة السعرية دي او في الواتش مثلا حاجة اقل من 1000 جنيه وبشاشة كبيرة، يعني كلهم مثلا ب 2000 و3000 جنيه، فدي تعتبر صفقة محترمة. والشاشة هنا تاتش، فبالتالي برضو بتسهل لك حاجات كتير بقى في الاستخدام، مش عارف ايه. وطبعا الشاشة هنا الوان، وكمان البرايتنس في الساعة دي محترم جدا، وركز معايا في موضوع البرايتنس ده عشان هيفرق معاك يعني كمان شوية لما نتكلم في البند، لان هنا انت تقدر تتحكم في البرايتنس بتاع الساعة ده من 10% لحد 100%. واحب اقول لك ان ال 100% ده هيخليك تشوف الشمس بطريقة محترمة جدا، فالساعة في الاضاءة العالية فما اظنش انها هتضايقك نهائي. قصاد بقى ان الريلمي باند جايب شاشة من نوع برضو تي اف تي مش اموليد، بس قلنا الموضوع ده يعني مش هتفرق معاك قوي. وهنا حجم الشاشه 96 من 100 بوصه، هو ده انت هتحسه طبعا رقم قليل جدا قصاد مثلا الريلمي ووتش جايه ب 1.4 من 10، لكن بالنسبه لسوق البندات يعني بالنسبه لاي بند من اي شركه ثانيه فحجم الشاشه ده يعتبر كويس جدا. وهنا برده الشاشه الوان، بس للاسف الشديد هتضحي يعني بفيتشر مهمه جدا، وهنا ان الشاشه مش تاتش، هو انت بتتحكم فيه عن طريق زرار واحد بس، وده حاجه تحزن جدا، لان انت مثلا عندك المي باند 4 دلوقتي مثلا بشاشه تاتش، فهتحس ان الساعه دي اقرب للمي باند 3 اكتر ما هي اقرب للمي باند 4، فيعني انت هتتزاول شويه بالنسبه للزرار ده. وبالنسبه بقى للبرايتنس قلت لك ركز عليه، كان موجود في الريلمي ووتش كان كويس جدا، عندك في الريلمي باند قليل جدا، يعني انت لو هتستخدمه في اضاءه عاليه مثلا شبه الشمس فهي هتضايقك. يعني انت مثلا لو انت متعود انك تجري بقى ومش عارف ايه وتحب تبص على الساعه دي او الباند دي في الشمس، فانت ما اظنش هتشوف حاجه، فدي تعتبر نقطه ضعف قويه جدا في الريلمي باند. وسواء الباند او الواتش فالاثنين مريحين جدا في اللبس في الايد، والاثنين خفاف، والاثنين مصنوعين من بلاستيك، بس يعني يعتبر بلاستيك قوي شويه. بس الريلمي واتش هتزاولك شويه في اللبس، لان الاستراب بتاعها علشان تلبسه او تدخله كده الطرف بتاعه في الاخر لازم تحشره من تحت الساعه، فده بيضايق شويه في اللبس، يعني بياخد منك شويه وقت. بس على كلام ريلمي ان هي تظبط موضوع الاسترابات او الاسترابس او المطاط بتاع الساعه ده في المستقبل، يعني هتنزل ديزاينات جديده، فاتمنى ان المشكله دي تتحل. والاثنين مقاومين للميه لحد متر ونص، وبالتالي انت هتقدر تستخدمهم بقى في السباحه ومش عارف ايه، بس اهم حاجه ما تنزلش بيهم اكتر من متر ونص. وكفايه بقى كلام عن الديسبلاي، نتكلم بقى عن الحاجه اللي احنا هناخدها من الباند او الواتش، وهو طبعا البرفورمانس او الفيتشرز اللي هي بتقدمها لك في كل واحده فيهم، ونبدا بالريلمي واتش.
السلام عليكم، معلش قطعتك من الفيديو. انا عملت قناه جديده، انا دكتور اسنان لو انتم متعرفوش. فالقناه بقى بتكلم في مساحه السنان وازاي تحافظ على اسنانك وخطوات بسيطه تعملها في البيت تخلي اسنانك نظيفه وبيضه وهوليود سمايل ومش عارف ايه. فاتمنى انكم تشرفوني هناك وتعملوا لي اشتراك، الموضوع ده يفرق معايا جدا وفعلا هتستفادوا كتير، فيهم حاجات يعني هتريحكم من وجع وتخليكم مش محتاجين تروحوا لدكاتره السنان، فهتستفادوا كتير. فنوروني باشتراك، اللينك هتلاقوه في الديسكربشن تحت. فوقف الفيديو اعمل لها اشتراك وارجع كمل الفيديو تاني، وفي فيديو هناك هيعجبك جدا. يلا كمل الفيديو بقى. واول حاجه هتقابلها في الواتش اول ما تحطها اكيد هتكون الهوم سكرين، وهنا بقى في تنوع كبير في الهوم سكرين وكميه خلفيات كتير. وعلى كلام ريلمي انها بتوعدنا ان هيبقى فيه اكتر من 100 هوم سكرين هتبقى متوفره بقى في الابديتات اللي جايه. وبالنسبه بقى للاستخدام نفسه او ايه الفيتشرز اللي هي بتقدمها لك، فهي تقريبا بتقدم لك كل حاجه انت محتاجها في باند. يعني ايه؟ بص، محتاجها في باند مش في واتش. يعني مثلا شبه الهارت ريت تراكنج، البلاد بريشر اللي هو ضغط الدم، وعندك الاكسجين ساتوريشن في الدم. يعني كل حاجه انت محتاجها هتلاقيها موجوده. وفيها 14 سبورت مود، وال14 مود دول موجودين كلهم في الساعه. برده ركز في النقطه دي عشان هنحتاجها في الريلمي باند. يعني مثلا ايه المودز اللي موجوده جوه؟ هتلاقي شبه الجري في البيت، الجري بره البيت، جري نص الجدعانه، وهتلاقي في المشي، وفي لعب كره القدم والتنس والسباحه والباسكت وكل حاجه انت محتاجها. يعني لدرجه ان هم وصلوا لليوجا حطينا في الساعه دي. وكمان فيها سليبنج تراكنج، يعني انت مثلا لو نايم كتير، نايم قليل، نومك متقطع، عندك مشاكل في النوم كده، هتلاقي برده الساعه بتقول لك انت عندك المشكله دي ومحتاج تعالجها. فبص، اي حاجه انت محتاجها في البند هتلاقيها في الواتش. امال ايه بقى ليه مسمينها واتش؟ يعني ايه الحاجه المميزه فيها اللي خليتها تتحط تبع الواتشز؟ بص، هي بتقدم لك حاجات كتير موجوده في السمارت واتشز، بس برضو يعني انت بتتكلم في حاجه ب 1000 جنيه، يعني اقل من اقل حاجه ب 1000 جنيه برضو. فانت هيبقى في شويه تضحيات كده لازم تضحي بيها، بس كحاجات هي بتقدمها لك موجوده في الواتشز حاجات كتير، زي مثلا طريقه انك ممكن تشوف الويزر فيه، اللي هو الفيتشر بتاعت فايند ماي فون اللي انت متوصله بالموبايل. فانت لو مش لاقي الموبايل ممكن تخليها ترن على الموبايل، فالموبايل بقى يرن فتعرف هو مكانه فين. الموضوع ده يعني هيريحك كتير. وفيها طبعا ستوب ووتش وتايمر ومنبه، يعني كل الحاجات الاساسيه انت هتلاقيها موجوده في الساعه دي. وكمان طبعا عشان هي تاتش، ويعني انا متضايق جدا بان ما فيهاش تاتش، بس هي عشان دي تاتش فبرضه بتقدم لك شويه حاجات زياده، زي مثلا انك ممكن تغير الاغاني، تغير البلاي ليست، مش عارف ايه الحاجات دي، بتريح جدا مش كل شويه تطلع الموبايل مش عارف ايه. لا، هو عن طريقها هتلاقي كل حاجه. وكمان ممكن تستخدم الساعه دي كريموت للكاميرا، مثلا انت حاطط الكاميرا على ستاند وعايز تصور انت بعيد، ممكن عن طريقها تستخدمها ان هو ايه، تدوس على الزرار فمثلا تصورك. فانت هتقول لي طب ما كده كل حاجه موجوده في اي ووتش هتلاقيها موجوده في الساعه دي. فاحب اقول لك بص، هي تضحيه بسيطه بس كبيره. زي مثلا هو ان هنا انت بيجي لك نوتيفيكيشنز من مثلا ماسنجر، واتساب، تليجرام، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، كل الحاجات دي موجوده هنا. بس للاسف الشديد الساعه هنا ما فيهاش مايك، فبالتالي مش هتقدر ترد عليهم مثلا بفويس. وكمان برضو انت هي بتستقبل مكالمات، يعني لو حد رن عليك هتقول لك ان حد بيرن عليك، بس برضو مش هتعرف ترد عليهم، فهتضطر انك يا اما تكنسل يا اما تعمل موبايل صامت والساعه صامت برضو. فيعني بص، هي تضحيه بسيطه بس هتفرق معاك شويه. قصاد بقى ان البند بتقدم لك كل حاجه انت محتاجها في اي بند، بس مش بتقدم لك اي حاجه موجوده في اي واتش. يعني مثلا هتلاقي هنا برضو في الهارت ريت تراكنج والبلاد بريشر والاكسجين ساتوريشن، وبتقيس لك عدد الخطوات والنوم، وبرضو فيها سبورت مود. يعني بس للاسف الشديد هو فيها ال 14 سبورت مود، بس يعني انت مش هينفع تختار في البند دي غير ثلاثه بس. يعني هتقول لي ازاي؟ هقول لك يعني مثلا انت مختار فيها الجري في البيت او الجري بره البيت والتمشيه والسباحه. ودلوقتي انت هتروح تلعب كوره، فهتضطر تخش على الموبايل تغير الكور او تشيل السباحه دي وتحط مكانها كره القدم. فبص، للوهله الاولى هتتضايق، هتقول لا طب ما انا عايز حاجه يبقى فيها كل حاجه. بس برضو يعني انت خلاص، يعني مش عبد اللطيف ابو هيف قدامي اللي هيبقى بيلعب كل حاجه. هو انت مش محتاج غير ان هو ايه مثلا الجري والتمشيه واللعبه اللي انت بتلعبها مثلا زي كره القدم، وبرضو بتستلم نوتيفيكيشنز وبرضو المكالمات، وللاسف الشديد برضو ما فيهاش مايك، فبالتالي مش هتقدر ترد على اي حاجه من الاثنين دول. وكمان عشان الشاشه صغيره زي ما قلت لك 9 من 10 بوصه، فيعني النوتيفيكيشنز هتشوفها بص بالسحتوت.
بس هي كبند تعتبر منافسه جدا لاي بند تاني هيتقال، وطبعا هتبقى بتضحي بحاجات كتير موجوده في الريلمي ووتش، زي مثلا هنا مفيش منبه، الشاشه مش تاتش، فبالتالي مش تقدر تبدل ما بين الاغاني، مفيش ستوب ووتش، مفيش الويزر، يعني بص معظم الدلع اللي هو كان موجود في الووتش هتلاقيه مش موجود في البند. والحق يقال هو يعني عادي، دي بند، هي البند معموله مثلا عشان تعمل لك تراكنج لحاجات معينه وعشان تبص في الساعه فيها، بس يعني كنت اتمنى من ريلمي ان هي يعني تزود لك شويه فيتشرز زياده، يعني كانت تخلي شاشه تاتش مثلا شبه المي باند 4 وتخليها عن طريق انك تبدل ما بين الاغاني، يعني كانت هتبقى حاجات بسيطه بس هتفرق جدا. فتحس هنا ان فعلا الريلمي باند اقرب للمي باند 3 اكتر ما هي اقرب للمي باند 4 خالص، وسواء الريلمي باند او الريلمي ووتش فالاتنين بيدوك قياسات يعني بص اقرب للحقيقه، سواء في عدد الخطوات، يعني انت عدد الخطوات المعينه اللي انت مشيتها هتلاقيها هي شبهها بالظبط اكتر مثلا من شركات تانية بكتير، فهي كتراكنج فهي تعتبر محترمه جدا. ونيجي بقى لاخر نقطه طبعا في المقارنه بتاعتنا، وهي هتكون البطاريه، والاتنين بيدوك تقريبا نفس الاداء، يعني انت عندك الريلمي ووتش بتديك من 7 لـ 9 ايام، 7 ايام استخدام متواصل لو انت مشغل الهارت ريت تراكنج، يعني طول اليوم عماله تيز الهارت ريت بتاعك، وتسعة ايام لو انت قافل الهارت ريت تراكنج وبتشحن عن طريق ماجنت موجود في الظهر بتاعها، فبالتالي مش كل شويه تحتاج تشيل الاستراب مش عارف ايه، لا انت تحط على الماجنت وهتشحن مع نفسها. وصاد ان الريلمي باند بتقعد معاك من 7 لـ 10 ايام استخدام متواصل حتى لو انت مشغل الهارت ريت تراكنج، وده بيبقى بسبب ان الشاشه اصغر فبالتالي بتستخدم طاقه اقل، فبالتالي هتقعد معاك فتره اطول وبتشحن بطريقه لذيذه جدا عجباني، وهو انك بتفك الاستراب هتلاقي طالع منها يو اس بي تحطه في اي رش شاحن، فانت مثلا مسافر مش عارف ايه مش كل شويه تبقى شايل هم السلك بتاعها، لا اي رش شاحن حطها وهي تشحن مع نفسها. وكمان فيها ميزه ان هي او الريلمي ووتش والريلمي باند فيهم ميزه اللي هو بيشحنوا بسرعه، يعني في حوالي ساعه وربع ساعه ونص بالكتير هتلاقي الاثنين مشحونين معاك. ونيجي بقى لاهم نقطه في اي فيديو عندي، وهو اشتري دي ولا اشتري دي، وهل يستحق الشراء ولا لا. فتعالى احكي لك، انت عندك الريلمي باند بتقدم لك حاجات كتير موجوده في اي باند عاديه، بس بالنسبه للفئه السعريه او بالنسبه لسوق البندات فهي ما بتقدم لكش كل حاجة انت محتاجها، فهي تعتبر منافسة جدا بس هي مش الافضل، الا لو انت مثلا بتحب شركة ريلمي واثق في حاجتها مثلا واثق في منتجاتها، فانت هتشتري البند دي وانت مرتاح وما اظنش انها هتضايقك، لكن في افضل. اما بقى بالنسبة للريلمي ووتش فهي تعتبر صفقة القرن، ساعة ممتازة جدا، واكتر حاجة بتميزها هي السعر، هي انت بتقدم تضحيات، يعني انت ما بتاخدش كل حاجة موجودة في اي سمارت ووتش، بس يعني بتديك الفرصة انك لو معاك 1000 جنيه تمشي بسمارت ووتش محترم شكلها شيك فيها كل حاجه كده كويسه انت عايزها. بس برضو الامانه اتحتم عليا ان اقول لك ان في بندات بتقدم لك فيتشرز كتير من الموجوده في الريلمي ووتش دي، فيعني وتعتبر اقل منهم في السعر، فانت لو بتدور على السعر قوي فلا في بندات تعتبر ارخص. اما لو انت عايز او بتدور على ساعه، يعني انت عايز تمشي بساعه مش بند، عشان برضو البند دي حاجه رياضيه ما ينفعش تلبسها على بدله مش عارف ايه، لكن الووتش لا بيبقى شكلها شيك اكتر، فلا يعني الريلمي ووتش دي تعتبر صفقه ربحانه جدا لو انت هتفكر تشتريها علشان اسباب معينه ومش فارق معاك الفلوس. وبس بقى معلم قولوا لي في الكومنتات تحت شايفين انهي احسن، يعني انت لو معاك فلوس او هتنزل تشتريها تشتري انهي فيهم. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ليه وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش تتابعنا على الفيسبوك انستجرام تعمل جوين لجروب التكاويه، وعندي قنوات تانية، يعني عملت عندي قناتين دلوقتي هيعجبوك جدا مفيدين جدا ان شاء الله، واشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.